بطل صلاح، الموجي، وبدأت حملة تشويه لهذا الرجل. والراجل ده عمل كلكم كلنا بطولة حقيقية. بدأ الناس يطلعوا له ايه ويتهموه بايه ويعملوا ايه، وللأسف في ناس كتير مشيت ورا هذا التشويه. والهدف انه منع، شوف الهدف لهذه الحملة، منع اي مواطن. انت مالك مال هو عمل ايه؟ القصة عمل ايه؟ حد كان يجرؤ يعمل اللي عمله؟ ابدا، ولا يجرؤ، ولا واحد كان يقدر يعمل اللي عمله. واحد بيضحي بحياته، بحياته وحياة ابنه، يعني هو أول واحد قفز على الإرهابي بعد ما العقيد أشرف عبد العزيز ضربه بالرصاص مأمور حلوان، وهو قفز وجاء ابنه وراه وجاء أهالي حلوان كلهم وراه. الصورة دي اللي لفت العالم، والبطولة دي اللي لفت العالم، واللي أزعجت الإرهابيين. كان لازم يدور على حاجة، انه شفتوا اللي انتوا بتعملينه بطل، ده اتضح انه انت مالك، انه انا لا يعنيني، انه يعنيني عمل ايه؟ ايه البطوله اللي عملها؟ فهو بيمنع حضرتك انك تكون مع بلدك. مش عايز حد يبقى بطل، مش عايز حد يساعد بلده، مش عايز حد يواجه الارهاب. يقول لك شفت، وبدا يقول لك اهو، ما هو ده اللي انت عملتوه اهو اتضح، وبداوا يشتغلوا على كده. اتهام هذا الرجل، اتهامه، واذا كان في حاجه وتابوا، وانتوا بقى هتحاسبوا الناس. هذا البطل اللي انا بحييه مره تانيه، صلاح الموجي، كان ضيفنا يوم السبت، بشكره، بحييه مره تانيه، وبقول له اوعى الحمله اللي عليك ديت تخليك لا، واي حد يقوم باعمال وطنيه كبيره لازم نقف معاه. جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابهم وعملائهم والخونة كلهم لا يريد منك إنك تقدم مواطن كان له دورا كبيرا وعظيما. مش عايز ده، مش عايز النموذج المواطن البطل، مش عايز نموذج مواطن تعاون مع جيشه ومع شرطته، مش عايزه، مش عايز يقدمه قدوة للمصريين. لا، ده أنا لازم أدمره ولازم اشوهه واجيب تاريخه واصله كان، وانا مالي كان ولا انا يهمني النهارده عمل ايه؟ دخل وضحى وقال لك وهو معانا على الهوا ان انا كنت رايح اموت وابني يموت ورايا. ده اللي يعنيني انا شخصيا، وده اللي يعني حضرتك. انما ناس تروج ليه لكلام فارغ؟ ايه الهدف من هذا الامر؟